بما انه اهان حفيدي مذنب فما عندي شيء لاقوله يا بنتي، وما بقدر حتى اجبرك بانك تسامحي حفيدي وتستمري بالعيشه معه. ريا، مين قال لك انه اهان خبى هالموضوع عني؟ اهان ما بيخبي عني اي شيء، انا كنت بعرف عن موضوع حملك. شو؟ طيب كيف هيك؟ اهان قال انه لسه بده وقت. انا قلت لك بالحفله انه الشيء يلي بيكون بين المراه وزوجها فهو شيء خاص وما في داعي حدا يعرفه. أهان خبرني بكل شيء، بس أنا ما كنت أعمل أي مشكلة لأنه الموضوع هذا كتير حساس وإله علاقة بسمعة بنت. خالتي ربتني وعلمتني إني ما شوه سمعة أي حدا. اشكي أهان، إذا بتتذكر نحن وعدنا بعض. إيه بتذكر، وقتها قلت لك إني ما رح خبي عنك أي شيء، بس وعدنا بعض إنه رح نحل أي مشكلة سوا، مو هيك؟ وهذا يلي لازم نعمل. أنا آسفة إنه خبينا هالشي عنكم كلكم، عملنا هيك لأنه ما بدنا ريا تفوت بمشكلة، وهلأ بما إنه ريا قالت للكل فما في مشكلة. قلتي إنه يلي صار بهداك اليوم كان ظلم إلك، بس يلي عملتي اليوم كمان ما كان عادل أبداً. ما كان في داعي تحكي وتساوي فضيحة هون، لأنه أهان معروف بأنه بعمره ما بيهرب من مسؤولياته. أنا كنت يأسانة إشكي، وكمان أنا كنت مفكرة إنه أهان ما خبرك بأي شيء. معناها كان فيكي تحاكيمي، كان فيكي تقولي لي كل هالشي بيني وبينك بالسر، بس لا، أنتي بدك تحكي قدام الكل. شو رأيك ستي؟ عم احكي شي غلط؟ انتي كبيرتنا وأعقل وأفهم وحدة بهالبيت كله، قلي لا. معقول في حدا بحل هيك مشكلة بأنه يعمل فضيحة لحاله؟ برافو عليكي إشكي، انتي عم تحكي مزبوط، مو هيك مرت عمي؟ ريا، انتي بوضعك هذا هلأ لازم تروحي وترتاحي بالبيت، وإذا صار معك أي شيء أو احتجتي أي شيء دقي لي فورا. ريا، خلص بكفي بقى وخليني وصلك على البيت. لا كارتيك، خليك هون، أنا رح وصلها على البيت. يلا ريا، امشي. ريا، تعي يلا. خالتي دقت لي، أنا لازم روح. شوفي بنتي، حكي لي، الخطة كلها فشلت ماما بسبب إشكي، خطتنا كلها انقلبت علينا. انقلبت؟ كيف؟ إشكي ما طلعت غبية مثل ما أنا فاكرينا، ردت فعلها سكتت كل اللي كانوا موجودين. انت قصدك انه خبر الحمل تبعك ما فاجأها ابدا؟ بالعكس، هي اللي فاجأتني لما كانت عم تحكي عن الموضوع بكل بساطة وبرودة اعصاب، وطلعت قدامنا البنت منيحة. يا ربي ريا، انا فكرت انه بعد ما ننفذ هاي الخطة إشكي رح تطلع برات البيت وانت رح تفوتي بدالها. هاي البنت إشكي بتقلب خططنا علينا كل مرة. هي قالت انها كانت بتعرف كل شيء، بس انا بشك، متأكدة انه كانت عم تمثل لانه شفتها قديش كانت مزعوجة، بس رغم هيك وقفت مع أهان. ليش يا ترى؟ لأنه هي شايفته مثل الجاجة يلي بتويد ذهب، لهيك ما حتتركه. ريا، إذا بدنا إشكي تطلع نهائي من حياته لازم نخطط لشي كتير كبير، لأنه هالخطط الصغيرة ما رح تساعدنا. مشان هي تتركه لازم نحنا نعمل شي نخلي أهان يترك إشكي ويلحقك إليك. Thank you.
حامل ببيبي وهو بيكون ابنه لأهم. ما نخبي أي شيء عن بعض أبدا. بوعدك. إشكي. يا أخي كيف قدرت تعمل هالشي؟ بعرف إني كنت على طول أنا يلي بنصحكن وبزودة عليكن كمان، بس بتعرفوا إمتى عرفت هالشي؟ عرفته بليلة عرسي لما أخذنا ستي على المشفى وشفت ريا هنيك خبرتني. بس هالحكي صار له فترة طويلة أخي، وما خطر لك أنك لازم تخبرنا؟ أنت بتكره الناس يلي على طول بيكسبوا وبيغشوا دائما مو هيك؟ طيب شو يلي خلاك تعمل هيك؟ شو يلي خلاك تعمل مثل ما عملت امنا؟ بس نحن مانا مثله مو هيك؟ لا ما لازم تكون مثله. انت اخي خبيت عنا الحقيقة طول الوقت، وهي لساتها عم بتوقف معك وبجنبك كمان، وقبل أي أحد تاني من العيلة هي وقفت ودعمتك. بس يا أخي ما في حدا بيقدر يحبك أكتر ما هي حبتك، وما حدا بيقدر يفهمك قد ما هي فهمتك. بترجاك لا تخسرها. سونو خلينا نروح ونحكي مع إشكي. أنا كنت بدي أحكي مع اليوم يلي صار إنه أمي مرضت ورحت لأعطيني فيها، وأنا انشغلت بهذا الشيء. أنا فهمانتك يا أخي، بس أنت لازم تروح وتحاكيها لإشكي هلا، صلح كل شيء. بترجاك. عن جد، أنا كتير آسف. كارتك. روح انت، انا منيحة. لا انا ما رح روح لاي مكان. لا تعملي مثل بطلات الدراما اللي على طول بيضحوا. خليكي انسانة طبيعية، انفعلي روحي صرخي بوشه. اشكي بتعرفي انه اخي ما كان عادل معك، ومع هالشي انت وقفتي معه. اشكي بترجاكي لا تكتمي اللي بقلبك. اشكي بترجاكي ما بصير تعملي هيك بحالك. حتى وقت حسيت إني بدي أصرخ بوشه وبدي أسأله مسكت حالي وما بعرف هو خوف ولا حب. كل يلي فكرته بأنه هو يمكن يعصب ويروح ويتركني كمان. أنت جنيتي شي؟ فكرة أني فيني أتركك وأمشي؟ أنا خايف أخسرك قد ما أنت خايفة. أنا حسيت بهذا الشيء وقت أنت عرفتي الحقيقة. حسيت أنك رح تتركيني، لهيك أنا ما قلت شيء. أنا بعتذر إشكي، يمكن خنت ثقتك، بس عن جد ما كنت قاصد. بوس إيدك لا تتركيني. صرخي علي، ضربيني، خانقيني، بس بترجاكي لا تتركيني. إشكي لا تتركيني. بوس إيدك. أنا بعرف إشكي ما رح تترك آهان، بس هي أول شي رح تخليه يتوسل لها، ورح تخليه يعتذر له، وبعدين تسامحه. أمي لما آهان بيغلط فمن الطبيعي لازم يعتذر. من حق إشكي إنه تعصب. آهان خبى عنها الحقيقة، هو كمان غشها وخدعها. إيه مزبوط مرت عمي، كلامه كله صح، بس تخيلي لو هالشي صار مع سونو
شو رح يكون موقفك لو راج عمل هالشي مع سونو؟ إيشكي معها حق، ونحن لازم نوقف معها. نحن واقفين معها، شو لازم نعمل أكتر من هيك؟ أنا حكيت قدامكم بإني معها، يعني لازم أنا روح لقدامها وإركع لها كمان لحتى ترضى وتسامح حفيدي على يلي عمله؟ أمي نحن ما قلنا هيك، نحن قصدنا بإنه هالمرة الحق على أهان بهالقصة. كلكم شفتوا غلط أهان بس، وغلط إشكي ما في حدا شافه. هي بتعرف أهان وريا كان في علاقة بيناتهم، حتى هي دخلت بيناتهم ويلي زرعته بإيدها حصدته. أهان وريا كانوا على علاقة لسنتين وهنن كانوا رح يتزوجوا، بس أنا ما بعرف أولاد اليوم. ما في فايدة قد ما حكيت لهم عن الأخلاق بالأخير إلا ما يغلطوا. إشكي كانت بتعرف يلي بين أهان وريا من زمان وضلت مصرة تتزوج أهان، فهي مو غلطتها لإشكي؟ بس هيك كتير ما فيك تبرري بقى. غلطة أهان باينة مثل عين الشمس. أهان غلطان وما منقدر نخبي غلطته أبداً. أنا مالي عم خبي شي، وأنا كمان قلت بأنه أهان أكيد غلط، لهيك هو لازم يتحمل مسؤولية غلطه. هذا ابنه، هو لازم يعطيه اسمه حتى لو شو ما صار. حتى لو كلفوا هالشي بأنه يترك إشكي. بعرف بأنه ستي ما رح تترك هالفرصة تروح، رح تعمل كل جهدها لتطالع إشكي لبرا بحيلة مساعدتها لهداك الولد. تعرفي جيني، أنا ما عم تزبط معي لهلأ إنه هاي إشكي تزوجت من أهان، وما بعرف شو هالسحر يلي عملت له يا لحتى يتزوجها. بنات هالأيام كتير قادرين وقوايا، بيضلوا راكدين ورا الشب لحتى يوقعوا، وبس تحبل منه ساعتها بتجبره انه يتزوجها. قصدك انه هديك البنت؟ لكن آهان شو اللي خلاه يتزوج إشكي على ملا وشه؟ الو راج، بتشكر القدير، منيح انك اتصلت فيني، انا كنت بدي احكي معك. وانا كمان. اسمع، انا عندي فكره لحل مشكله آهان وإشكي. أنا عملت غلطة كتير كبيرة، صرت مثل أمي. بس لا أهان، لازم نتحمل مسؤولية أغلاطنا. الغلطة مثل الشنطاية الكبيرة، هي غلطة كبيرة وتقيلة ما رح يقدر يحملها غير يلي غلطها. والغلطة يلي غلطتها أنت يا أهان، أنت بس مسؤول عنها، لا أمك ولا الحظ ولا حتى أي ظروف إلى علاقة بالشي اللي عملته. يمكن معك حق إشكي، هاي غلطتي لإلي، وأنا عملت غلطة كتير كبيرة، ما توقعت منك إنك تسامحيني. هاي هي غلطتك، بتشوف كل شي من وجهة نظرك أنت. شو يلي خلاك تفكر يا أهان بأنه الكل بيفكروا بيكون جوابهم مثل جوابك أنت يا أهان؟ والمشاكل، المشاكل هي على طول مثل الكلاب المتشردة، ما بتقدر تهرب منه. كان لازم تواجه المشاكل كلها بدون ما تخاف من شي يا أهان، بس لا، أنت رحت وهربت منه. لا، وتخبيت كمان. بصراحة أنا خبيت لأني كنت خايف من إنك تتركيني إشكي. هاد بيعني مع إنك متزوجني بس ما بتوثق فيه، وأنا وعدتك بإنه ما بيهمني، وإنه شو ما بيصير أنا رح كون جنبك دايما، وعدتك كمان بإني رح أدعمك بأي شيء على طول. بس كيف بتفكر إني بتركك تواجه هالمشكلة لوحدك؟ ما فيني إلا أفكر هيك.
من وقت ما كنت صغير يا إشكي، كل إنسان أنا وثقت فيه كان يخون ثقتي فيه ويتركني لوحدي ويمشي. مو مزبوط إني ما بوثق فيكي، أنا كتير بوثق فيكي. بيوم من الأيام أمي كمان وعدتني إن بحياتها ما تتركني. الناس خانوا ثقتي فيهم أكثر من مرة، لهيك أنا خايف. فكيف فيني صدق؟ كيف فيني صدق إنك ما رح تتركيني بعد ما تعرفي الحقيقة؟ وقت بيكون في حب حقيقي ما في مكان للخوف والشك، بس انت يمكن ما حبيتني ابدا من كل قلبك لتوثق فيه. اهان انا وفيت باللي وعدتك فيه، مع انه ثقتي انخانت، انت خلفت بوعدك، بس انا وفيت بوعدي ورح ضل على طول متضايقه من شي واحد، بانه يلي كان لازم اعرفه منك عرفته من ريا بدالك، وهذا ما كان لازم يصير. وين راح آهان يا ترى؟ هو أكيد مع إشكي، هو رجال، ليش على طول بينسى بأنه ما لازم يعتذر من مرته أبداً؟ بس لا، أمي استني شوي استني شوي. شو ستي عم بتدور على أهان؟ هو هلأ مع مرت أخي. أيه. شو هي أيه؟ روحي وقفيه قبل ما توقع بيناتهم. أنا ما أنتي لازم تتصرفي أمي. بتدخل بالموضوع. أمي لا تنسي إنه إشكي مرت أخي وأنتي حماتها، ماشي؟ وأنتي من واجبك إنك تحمي كنتك من حماتك. رح تتضايق مني كثير. أمي كفي، عم قلك لازم تعملي شيء لو سمحتي. يلا أمي يلا روحي روحي روحي. أولي يا قدير. إيه برافو عليك أمي. إشكي 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 لو سمحتي انسي الخناق شوي وخلينا نروق ونبلش. أنا ما عم خانقك يا أهان، أنا عم فش خلقي. أنا عن جد كتير آسف، بعتذر. اسمع، ما بدي تعتذر لي، بدي تتركني لحالي، وإذا بتريد روح، أنا متضايقة كتير، أنا بترجع. ما رح أتركك، ما فيني أتركك لوحدك. أنا لازم ما أتضايق أبداً، حتى لو أنت زعلتني، ما لازم أبكي حتى لو خليتني أبكي. أنا معصبة، بدي ضل لحالي شوي، بس ما لي حق بهالشي كمان. ماشي بتقدري، أنا مقدر وضعك إنك معصبة كتير، بس لازم تعصبي مني مو من حالك. إشكي لو سمحت بس ردي علي، تخانقي معي، بهدليني إذا بدك، صرخي علي أي شيء. إذا إشكي أعملي أي شيء، بس لا. شو لازم أحكي وشو لازم أسأل أنا؟ قديش صار لها هالقصة هاي؟ أو إذا لساتك على علاقة مع ريا، ولا شو لازم أسأل؟ شو رأيك إذا عملت أنا نفس الشيء؟ شو رأيك إذا خنتك مثل ما عملت؟ شو رح تعمل؟ أنا بعرف بإنك بعمرك ما رح تعمليها، أنا كتير بوثق فيك. اسمعيني إشكي، إذا بدك تتركيني بعد ما عرفتي الحقيقة فيك تروحي وتتركيني، بس أنا مو حابب إنك تتركيني إذا رح تكوني مبسوطة وإنتي بعيدة. روحي. ألو إشكي؟ إشكي، سونالي تركت البيت وهربت. شو قلت؟ وانت كمان كذبت علي وخنتها؟ انت اكيد بتكون عامل شي لانه كل الرجال مثل بعضهم. لا لا مو هيك إشكي، انا مو هيك ابدا. صراحة صار نقاش بيننا انا وياها مشانك انت وأهان، بس الصراحة النقاش احتد بيني وبينك، مشان هيك هي تركت البيت. شو صار؟ طب
طيب عندك فكرة وين ممكن تكون؟ هي صاحبة من بطاقة البنك، وهيك عرفت إن حجزت بفندق الفصول 4. اسمعيني إشكي، بدي مساعدتك. بتقدري أنت وأهان تروحوا على هذا الفندق؟ أنا بعرف إنه هي أنانية مني. أنا بعرف إنه أنت بمشكلة، وأنا هلأ عم زيد هم فوق همك كمان، بس أنا آسف إشكي، أنا بترجاكي إنه تعملي هالشي. شو رقم الغرفة؟ 204. ماشي، نحن جايين. شو صاير؟ لوين أنت رايحة؟ شبكي قليلي شو صار؟ بسبب كذبتك سونالي وراجت قاتلوا كرمال مكب، وسونالي زعلت وراحت على الفندق. شو؟ لا تقول شو، خلينا نروح على القليلة. حياة زوجين تضل مستقلة. سونو؟ 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 مين هون؟ مين اللي قفل الباب؟ افتحوا! ما رح افتح شي. كارتيك؟ كارتيك ما في شي بضحك، يلا افتح الباب. هذا الباب ما رح ينفتح اليوم اخي. كارتيك افتح الباب فورا وإلا رح اضربك اول ما اطلع من هون. اعملي شو ما بدك بس تطلعي. ما رح افتحه هلا. شوف كارتيك، إشكي معصبة كثير وزعلانة مني كمان، وما بدها تبقى معي بالغرفة نفسها. يلا افتح. هي مشكلتها، انت لازم تقرر كل شيء بنفسك. كارتيك اسمعوني، انتوا الاثنين حلوا كل الخلافات اللي بيناتكم، وقتها بعدين بتطلعوا، وهذا الباب ما رح ينفتح لحتى تنهوا كل مشاكلكم. ماشي؟ ليكي مرت اخي اسمعيني كثير منيح، بعرف انه اخي اهان زعلك كثير، لهيك لا تسامحيه بسهولة. وانت اخي بسبب تصرفاتك معها، حتى لو ترجيتها أو واجهت العقاب أو لو حتى ضربتك، ما تفكر إنك ترجع على البيت أبداً قبل ما ترضى تسامحها. كارتيك خلاص خلاص بقى، وافتح الباب. ما رح افتح شيء أخي. عمل لك افتح. أخي اسمع، أنا بعرفكن منيح، أنتوا الاثنين بتحبوا بعض كتير، وكمان بعرف إنه أنتوا مو بس خلقتوا لبعض، أنتوا متيمين ببعض، لهيك حتى لو ريا أو ابنها دخلوا بهي القصة، أنا ما رح خلي إشكي وأهان يتركوا بعض أبداً. ماشي؟ يلا قضوا وقت حلو سوا. كارتيك لا تمزح هيك وافتحوا. لا لا أنا ما عم أمزح، لا أنا عم أحكي عن جد الجد. استغلوا وجودكم مع بعض، يلا لشوف. وإيه صح، ما في داعي تحكوا مع إدارة الفندق لأني حكيت معهم وخبرتهم. يلا لا تضيعوا وقت وعملوا اللي عليكم. باي. أنا كنت بدي أحكي معها اليوم، بس أمي كانت كتير تعبانة وانشغلت فيها شوي. أخي كان عم يقول إن أمي مريضة كتير، مو لازم روح وشوفها مرة، مو مهم شو عملت، هي أمي. الأمي اللي ما عرفتها من لما كنت صغيرة، بس بلكي يمكن ستي وأخي يعرفوا إني رحت وشفتها. بقدر خليهم يزعلوا مني، بس أنا ما رح أحس بالسلام إذا ما قابلت لأمي. شكراً لك راج، أنا متأكد إنه أخي وإشكي رح يحلوا مشاكلهم هلأ، لأنه إذا كانوا سوا رح يحكوا، وإذا حكوا المشكلة رح تنحل. إيه صح، خلينا نتأمل إنه هنن رح يتصالحوا فوراً. وهذا الشيء صعب كتير بوجود ستي، إحنا لازم نبعدهم من طريق ستي نهائياً، مو هيك؟ بس اسمعني كارتيك. ايه احكي. انا لازم احكي معك بموضوع الحقيقة بخصوص ريا. ريا؟ ايه كارتيك، شوف انا بعرفها لامي منيح، و90% من الشغلات اللي بتحكي فيها امي والست جاني هي حكي فاضي، وانت بتعرف هالشي، مشان هيك انا من جهتي ما باخد شي من كلامهم جد. بس اليوم انا سمعت شي مو طبيعي خلاني
مجبور اني افكر بالموضوع. بنات هالايام كتير قادرين وقوايا، بيضلوا راكدين ورا الشاب لحتى يوقعوا، وبس تحبل منه ساعتها بتجبره انه يتزوجها. بصراحة كنت عم فكر انه ريا عم تكذب علينا. شفت القصص اللي صارت قبل الزواج، وبحالة السكر هالشي ممكن يصير مع اي حدا، بس مع اخي اهان بالذات هالشي مستحيل يصير، لانه هو بيحب ايشكي كتير، ونحنا كلياتنا بنعرف لاي درجة سمعت العيلة مهمة بالنسبة لاخي اهان. انا عن جد مو مقتنعة انه اهان ممكن يعمل هالشي. انت عم تحكي شي منطقي بصراحة، بس نحنا كيف بدنا نعرف اذا حكي ريا صح ولا عم تكذب؟ وانا كمان ما عندي فكرة كيف، بس نحنا لازم نكشف الحقيقة. اشكي قولي اي شيء. حاكيني اذا بتريدي. البنت اتصلت بامها وخبرتها انها راجعه على بيت اهلها لانها تقاتلت مع زوجها، وتجادلوا كثير لانه هو ما كان واثق فيها. تعرف شو قالت لامها؟ يعني ليش حتى ترجعي على بيت اهلك؟ البنت قالت انه لتعاقب زوجها. وقت الام قالت اذا بدك تعاقبيه معناها لا ترجع، انا رح اجي لعندك. شو كان هذا؟ انت طلبت مني اقول شيء، لهيك بس قلت لك هالنكته. هاي القصه مناسبه تماما لحالتنا والموقف اللي نحن فيه، بس امي ما رح تجي لتعاقب، ام ابنك هي اللي رح تجي. ريح اشكي لو سمحتي، اشكي بس هالقليله اسمعيني شوي. شو ما كان اللي صار بيني وبين ريا هو ما بيعني أي شيء، ما بيعني شيء أبداً، ما عندي أي ذكريات عن هديك الليلة. ما في ذكريات، بس ما بتنتسى من اللي رح تعطيك يا ريا. إشكي أنا بحلف لك، بحلف لك بهديك الليلة ما كنت عم فكر غير فيكي، أنا بحلف لك. من دقيقة قلت إنه ما عندك أي ذكريات، وهلأ فجأة تذكرت بمين كنت عم تفكر؟ أنا ما شفت هيك كذبة حتى بالأفلام، طلعت متذكر وبشو كنت عم تفكر. امتى قلت لك اني انا متذكر كل شيء؟ ريا هي اللي خبرتني وقالت لي اني كنت عم اذكر اسمك طول الوقت. اشكي انا مو متذكر شيء عن هديك الليله، انا ما عم كذب ماشي؟ اشكي انا اسف، انا بعترف بغلطي، عن جد انا اسف. أهان صح إنه أنت تفكيرك قديم، بس أنا تفكيري عصري وحديث. أنا ما عندي مشكلة بحقيقة إنه كان عندك علاقة معها قبل الزواج، المشكلة اللي عندي إنه ما خبرتني عن هذا الشيء. كيف بدك أقدر خبرك بهالشيء؟ أنا أذيتك كتير من قبل وما كان بدي زعلك أكتر. الحقيقة ما كانت رح تزعلني على قد ما زعلني كذبك. إشكي أنا كنت خايف، أنا كنت خايف من غضبك وخايف إني أخسرك. أنت كنت خايف؟ عن جد أنت خفت؟ أنا ما خفت على حالي، أنا كنت خايف عليك إشكي. أنتي ما شفتي وشي، كنتي كتير مغصبة، حتى ستي ما غصبت وانفعلت مثلك. أنت ما كذبت على ستك، كذبت علي. إشكي أنا عن جد ما كذبت عليك. شو ما كان اللي صار بيني وبين ريا هو صار قبل زواجنا، وحتى أنا عرفت فيه بعد زواجنا، أنا ما كان بدي أخدعك. حتى لو حاولت تبسط الموضوع ما رح تقدر تغير الحقيقة، أنت ارتكبت غلط وبعده أخطاء كتيرة، وأنا عن جد مغصبة منك كتير. هلأ معصبة كتير هلا؟ بس شوفك قدامي عم عصب أكتر، ما بدي أحكي معك، روح بعدي. طيب خبريني لوين بدي أروح؟ أنا كمان ما بقدر أطلع من الغرفة من ورا الغبي كارتيك. هو فكر إنه إذا قعدنا مع بعض وحكينا شوي رح ننهي خلافاتنا، بس كيف هالخلاف بده ينحل إذا واحد منهم بس هو يلي عم يحكي والتاني مثل الحيط؟ أكيد بهالطريقة الخلاف ما رح ينحل. شو؟ شو قلت؟ شو؟ عيد؟ أنت عم تقول عني حيط؟ أنا؟ هلأ أنا حيط؟ هذا اللي طلع معك؟ إشكي أنا حيط؟ هاد بس مثل، أنا ما قلت عنك أنت. أنت ما عم تحاولي تفهمي اللي عم قلك يا، أنت بس عم تفترضي كلام أنا ما قلت لك يا نهائيا. أنا بظن أنه أنت ما بدك ينتهي هاد الخلاف. شفت؟ أنت رجعت تقرر عني أنا شو بدي. قليلي بس شو أعمل إشكي؟ شو لازم أعمل أنا إذا أنت ما بدك تغفري لي؟ ما عم تسامحيني ولا حتى عم تحاكيني. شو؟ يعني عم تعمل معروف اعتذارك مني؟ قليلي شو بدك يعني اعمل هلا؟ بدك يعني ارمي حالي من الشباك وما بقدر اطلع لانه الباب مقفول؟ في خيارات احسن من هيك شغلات، بس لا، انت بدك تاخذ الطريق الطويل؟ ما
مرتك زعلانة بس أنت ما بدك تراضيها، أنت اللي بتغلط وكمان بدك تخانق وتعيط وأنت كمان ما بدك تعتذر. بس أنا اعتذرت منك كتير يا إشكي. أنت ما كنت عم تعتذر، كنت عم تبرر إنه أنت كنت سكران وكنت عم تذكر اسمي ومو متذكر شي. أنت لازم تعتذر على الخطأ. بس لا، تعتذر مني ولازم تضل تعتذر حتى أقبل وسامحك، أو على القليل أفكر إذا أنا لازم سامحك أو لا. ماشي، يعني أنت ما بدك تحكي. بدك تقوله قوله بوشي، انت ليش عم تخبط الباب هيك؟ خبطته بالغلط. هو الغلطان وهو اللي عم ياخذ موقف، هو مين مفكر حاله ليعملني هيك؟ مغرور. أنا كنت مفكرة هالبنت رح تبكي وتتوسل ورح تتقاتل مع أهان وتتركه وتبعد عنه نهائياً، بس لا، هي انقلبت وصارت بلا حياة. شو هلأ ستي؟ إذا إشكي ضلت بحياة أهان ابني ما رح يحصل على حقوقه أبداً، وما رح يكون في أي علاقة بيني وبين أهان. بهاي الحالة المجتمع حيعتبر ابني غير شرعي. شوفي، لازم تصبري شوي، أنا رح أعمل شيء. علاقتهم ممكن تنتزع بسببك، بس هلأ بسبب ابنك ممكن تتغير كل الأمور لصالح. إنه نخرب زواج أهان وإشكي ما بكفي ستي، لازم وضروري كتير إنه أهان يتزوجني كمان، وإلا كيف ابني الصغير وقتها رح يصير إله اسم؟ هالشي ضروري لسمعت عائلتكم وعائلتنا كمان، لهيك أنت لازم تعملي شيء. إيه بعرف هالشي، طمني أنا رح أعمل شيء. انت اصبري شوي وتذكري شغلة، بس انا رح كون معك خطوة بخطوة طالما عم تسمعي مني كل شي وعم تعملي مثل ما بقلك. بس اذا حاولتي تتصرفي بمكر مرة تانية مثل قبل، وقتها رح تواجهي غضبي الكبير. أنا آسفة ستي، كنت يأسانة بوقتها وكنت حاسة بالضياع ولهيك عملت هالغلطة، بس هلأ ما رح أعمل غير اللي بتقولي. هالشي رح يكون أحسن إلك يا ريال. وفي شغلة، ليكي أنا رح أنسى كل أخطائك السابقة وأعطيكي فرصة واحدة أخيرة، بس هاد كله لأنك أنتي حاملة حفيد عائلتنا. وهلأ صارت الست دورجة معي وأنا ما لازم أتوتر، هي أكيد رح تخلي أهان وإشكي يتركوا بعض ويتزوجني إلي، وكل هاد كرمال ابني طبعا. شو بدك تعمل هلأ؟ هلأ شو؟ قدمت تبريرات واعتذرت كمان، بس هي مو مستعدة إنها تسمعك. اعترفت إنه هي معها حق وأنا كنت غلطان، بس لازم تقبل تحكي معي. إذا هي ضلت معصبة مني كيف رح ترجع الأمور طبيعية؟ شو هالحظ هاد؟ شو بدي أعمل هلا؟ ما عندي تياب لحتى بدلن هون، كيف بدي بدل تيابي؟ رح دقله لهالغبي كارتيك، بلكي بيزوق وبيجي بيطلعني من هون. كيفك أخي؟ لازم يكون في شنطة جنب التخت فيها تياب حضرتن صونو إلك ولإشكي، استخدموهن. ليلة سعيدة أخي، لو سمحت لاقي طريقة لتراضي فيها مرت أخي. الشي اللي بضايق فيكن إنه أنتو الأغنياء بتبهدلوا الواحد قدام الكل، وبس بدكن تعتذروا بتعتذروا بينكن وبينه بالسر. بس إشكي هي يلي أنقذتني، هي تحملت كل اللوم لحالها كارتي، هي بس يلي وقفت جنبي. احنا لازم نقول الحقيقة لبعض، دائما نكون صادقين. أهان ما بيخبي عني شيء لأنه هو حكالي عن موضوع الحلقة. المشكلة إنه كان لازم أسمع عن الموضوع منك أنت، أنا سمعت فيها.
أنا أذيت إشكي كتير، مو سهلة عليها، صار لازم صلح غلطي معها. أنتي لسه ما عرفتي إني محتاجك بحياتي. أنا عن جد كتير آسف إشكي. أنتي صار لازم تواجهي ستي. نحنا كمان كلنا معك. أنا ما رح أسمح أنه يصير شي. آهان أذاني، بس أنا كمان غلطت بحقه لما خبيت عنه موضوع أمه. أنا خبيت عنه مشان ما يتحسن، وهو يمكن كمان نفس الشيء. طيب إذا عملت أي غلط؟ وقتها رح نتقاتل ورح ضل زعلانة كم يوم وبعدها بنتصالح. أنا بس بدي إياك تضلي جنبي إشكي، لهيك اضطريت خبي عنك هالشي. أنت كيف ممكن تفكر حتى أني ممكن أدرك؟ أنا آسف. أنا بحبك. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.